ضيفنا اليوم اللاعب مراد الهيف اللي نعاود نرحب بك من جديد مراد. وصلنا لخروجك من الكلوب مشيت لمستقبل جيبس، تجربة اللي عاودت تنصت بها روحك من جديد. اي بالطبيعة فرحوا بيا وعملت 3 سنين باهيين كومبلي. ديجا ما نظنش كان واحد من مستقبل معناه ما يكرهني ولا حاجة، الحمد لله يا ربي. رغم ان النهاية ما كانتش ولا بد. النهاية كانت معناها حتى ريت كانت خايبة، ما نظنش كان واحد يكرهني يعني، خاطر وقت اللي طحنا ما كان لعبت ماتش بركة، فكان الأربعة الأخرانيين رانا منعنا. مع كل راني ريت كي نقول لك كان لعبت، مش معناها أنا ميسي ولا رونالدو، معناها كنت نجم نعاون صحابي. شنو صار بقى ما لعبتش؟ ولا صارت كيما قلت لك نتاع حكاية فلوس وواحد، وأنا ما نحبش ندخل فيهم الحكاية هذوما، فهمتني؟ حكيت فلوس باش يعطي لي هذا وهذا لي وهذا لي وهذا لي، نولي نجبد روحي خيلي، فهمتني؟ انت ظالي على خاطر اصحابك. اوكم صحابي تنجم انت تعرف ديجا صحابي اللي فيك، باش نجم تسالهم علاش؟ قالوا لك خذ انت فلوس وصحابك ما ياخذوش. مش كان انا فما زاد حبوا يعطوا فلوس حبوا اللي كادر والاخرين تكراه هنا على جيل 30 مليون ولا 25 مليون، فهمت؟ هذيك المشكله معناها. فقدت شويه العلاقه. امبوسيبل تفسد العلاقة بيني أنا وبين جمهور جيبس، فهمتني؟ امبوسيبل، خاطر أنا بيناتي أنا وهي، أنت تصورها أنا وقت اللي مشيت لصفاقس، الجمهور الكل خويا ما نحكي لكش، فهمتني؟ معناها امبوسيبل معناها تصير معناها حاجة خايبة بيناتي. بعد مستقبل جيبس كنت قريب من عودة للكلوب ظهر لي، عاودوا كلموك. إي وقتها مع سي منصر كلمني سي يوسف وقتها. كلمني سي يوسف. وقتها انا حبيت نمشي للكلوب وقت العام هذاك، فهمتني؟ اما قد سي منتصر بين 90% 10% فهمت قعدت نستنى للي انا ديريكت مشيت صححت وقتها في صفاقس، فهمتني؟ وصلوك بزاف الاخرين ظهر لي وقتها من ليتوال والاسبيرونس ولا؟ لا ليتوال كلموك؟ ليتوال معناها مش ما كلمنيش رئيس، كلمني معناها مسؤول بارز، معناها كوارجي كبير بارز وكذا. زياد جزيل. لا انا بذكر اسمه ليه؟ يعني انا ذكرته. انت ذكرته مش انا اخويا. وعلاش ما مشيتش ليتوال؟ مش مشيتش، فكان جات فما اوفيسيال نمشي، علاش ما نمشيش؟ انا نعطيك حاجه، ريت في تونس اي جور نقولها يتمنى باش يلعب في ليتوال وفي ليسبيرونس وفي الكلوب. بالاكثريه في الكلوب، علاش؟ على خاطر الجمهور. أنا نعطيك هذوما 3 جمعيات أي جوار يتمنى باش يلعب فيها. كان جاك اوفر ما تبعش كنت تمشي؟ وما كلمتنيش الكلوب؟ نمشي. واضح باهي، ندمت قلت على السياسيس مراد. علاش ايش قلت على السياسيس؟ قلت ندمت اللي مشيت للسياسيس. إيه ندمت. علاش شنو صار لك وقتها غادي؟ ندمت وكاو. جمعية كبيرة السياسيس. جمعية كبيرة هي. أما ندمت. حسيت روحك غريب في صفاقس. مش كان أنا. شكون آخر؟ مش كاينين هاني قلت لك. إيش كون آخر معاك؟ باش نسميك واحد بركة باش نسميلكش برشا. تنجمو تسأل عليه المرزوقي. اللي هو فلتة اللي عملوا في صفاقس ما عملوا حتى جوا. كرويين نحكي راه. أنت شوف كيف خرج وشوف السبان وشوف كيف. تفهم الحكاية الكل أنت. أنت كي واحد أنا ناخذ أوم دو ماتش. أوم دو ماتش 3 مرات ولا 4 مرات. أوم دو ماتش. نجي نترانا يجبدوا لك أي حكاية يبدوا يسبوا كان فينا نحن. مش نحنا معناها سبوا في التوال اللي نعيشوا في تونس اللي مش في صفاقس. الجمهور هذا غضبتك الحكايه؟ تغيظك بالطبيعه. عادي شنو انا جاي تو نحب نلانسي كاريري من الاول جديد، جاي لصفاقس وجمعيه نتاع كوره وتيران باهي وسي المنصف زاد باهي، ان شاء الله ربي يشفيه وربي يخليه لعائلته ان شاء الله. جيت تلقى فهمت حكيت كيما هكا معناها تتمس، فهمتني؟ انت بكل صراحه نحي فرجاني ساسي ونحي فخر الدين، شكون نجح تونسي في صفاقس؟ ما يرحلناش ينجح يا زلمه. ما تسميش ينجح، شوف السبان يا اخي شنو ينجح الجمهور شنو؟ شنجح شنو هذا الشامبيونان؟ بسام بلعبي تما نجح في برشا ملاعبين. علاش بتسالهم؟ تنجم تسالهم تو. المعامله مش كيف كيف. صحيح احكي لك على المعاملات راني انا. فهمتني؟ ما يعملونيش كيف معناها ولادهم. فما مسؤول حط لك عصا في العجله وقتها؟ اي فما سي ناصر ربي يهديه. ناصر نجاح. خويا في شهر الكريم راني مسامحك. شو عمل لك وقتها مراد؟ وقتها
مش ما نقولش هددني، حكى لي حكايات، قال لي نجم مسخك في الجرايد ونجم مسخك في التلفزيون ونجم مسخك في الحكايات. مو انا راني اكثر حاجه تهمني في, في, في الدنيا ذي هي عائلتي المصغره والمكبر. اذا تغشوا ولا حكي، انا قبل كي كنت نعمل عمال، راني نعمل عمال نروح للدار نلقى امي مسكينه وجع احمر، نلقى اختي تبكي، نلقى خويا يقول لي راني معاش نجم ندور في الشارع من جرتك، نلقى مرتي تبعث لي تقول لي راك حشمتني خدام دارني. هذوما راهم اللي يغيظني، حتى انسان يحكي علي ما نتقلق الجمله خلف هذوما اللي قلت لك، عائلتي اسمه صغر وعائلتي المكبر، البقيه الكل ما يهمني في حد شيء. انا وقت لقيت ذاك في صفاقس قال لي راني باش نمسخك في الجرايد وفي التلفزه في الراديو في كل شيء. سي غربيل هاوكا حي نجمو تسالوه اش عملت عمي؟ قتيش؟ ما عرفتش هكا، انت قلت انا كي نعمل عمل اخي بعمل عملتها شنو؟ ما نقولكش عملت عمل خايب اخويا، ما فيش عمل خايب. ندمت ربي سامحني، كل ما نصلي نقول يا ربي سامحني، فهمتني؟ ان شاء الله ان شاء الله. اما انت غلطت وقتها في صفاقس زاد، عملت وقتها مشكله في هذه زاد غلطت فيها. تي ما هو غني شوف اش قلت لك انا. معناها ما تلقيش اللوم كان عليهم. بالطبيعه ليه بالطبيعه، انا راني كنت كرويين مريقل في صفاقس باش نبداو واضحين. كنت خارج زاد الكره راني مانيش مريقل باش نبداو واضحين. صارت مشكله في حومتي ربي يهدي السبب خويا، وصلت لهم وعلى فكره راهو لونترونور وقتها اسمه كرول حط ليست وانا فيها وجاوي به، فهمتني؟ يا مالا غالب خويا كيت. المشكله هذيك هي سبب خروجك من السي اس اس. رغم اني قبل كنت قلت منيتي نلعب في السي اس اس. اي كيما قلت لك. لكن كي مشيت لقيت الواقع حاجه اخرى. مشيت صفيق صراي نتاع كوره. تيران باهي. لي جوار باهيين. الرئيس باهي. باش نزيدك يا خير شكون؟ الدكتور زاد باهي اللي هو نائب الرئيس. امين المال باهي. اما اللي تحت هذوكم الثلاثه ما نسميش لا سامي لا علاقه.